في هذا اليوم العراقي الذي تجسد بانتفاضة شعبية في ذي قار مدينة الناصرية وفي ميسان العمارة اللي زامت أهلها. هذا صوت الغارة، هذا صوت الإنذار للفاسدين، إنذار العراقيين لكل الفاسدين من البصرة ومن العمارة ومن الناصرية ومن بابل، الحلة، الكوت، السماوة، الديوانية، حتى النجف وكربلاء ومن ثم إلى بغداد. هذا صوت الإنذار للفاسدين بأنه بإذن الله لن يكون هناك كما يرغب الفاسدون باقتتال بين أبناء الشعب، لن يتقاتل أبناء الشعب، لن يتقاتل أبناء الشعب بينهم، لأننا جميعا عراقيون. الإطاريون إن كانوا يمثلون فعلا شباب العراق الذين جاهدوا ضد الدواعش الإرهابيين وانتموا للحشد فهم عراقيون، لا يمثلون الكتل والأحزاب ولا يمثلون ما يسمى بقيادات ما أعرف منه، وإنما يمثلون العراقيين، يمثلون العراقيين حالهم حال السستانيين، حالهم حال ثوار تشرين، وحالهم حال أنصار حفيد الإمام الحسين عليه السلام سماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله. فنعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق. على عقيدة السيد مقتدى الصدر أعزه الله. فنعم نعم للعراق، نعم 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 نعم للإصلاح، نعم نعم للإصلاح، نعم نعم للإصلاح. ارجع زي المخرج، نعم نعم للإصلاح. ارجع لي ورا، ارفع مايت الاوام لمحمد، هاي جنوده من السي، هاي جنوده، هاي جنوده من السي، هاي جنوده بدولك انور حمدان بدولك. الله يبارك فيك. هاي جنوده يا شباب، يا شباب، هاي جنوده، نعم نعم للاصلاح، نعم نعم للاصلاح، هاي جنوده من السي، هاي جنوده، نعم نعم للاصلاح، نعم نعم للإصلاح، 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 نعم نعم للإصلاح. أنا أقول مجددا باسمكم يا شباب، كمواطن عراقي خاب فأل الفاسدين والتبعيين، لن يكون هناك بإذن الله تعالى أي اقتتال بين أبناء الشعب. جميعا نحن عراقيون، جميعا نحن عراقيون، ونحن سلميون، ونحن نستهدف الفاسدين والتبعيين ونهدف إلى الإصلاح، والإصلاح لكل العراقيين لإنقاذ العراق جميعا. ولكننا ننذر الفاسدين، هذا إنذار مجدد للفاسدين، هذا إنذار مجدد للفاسدين، هذا إنذار مجدد للفاسدين، لن يكون هناك اقتتال بين أبناء الشعب، لن يكون بإذن الله هناك اقتتال بين أبناء الشعب. نحن جميعا عراقيون، هذا صوت الغارة لا يجب أن يرن في عقولكم أيها الفاسدون قبل أن يصل إلى آذانكم. لن يكون هناك اقتتال بين أبناء الشعب لأننا جميعا عراقيون. وإنني أيها الأخوة أذكر باسمكم أيضا، إيه هذا الصوت، علي 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 هذا الصوت، خليه يوصل للفاسدين، ما راح نقبل أنه نقتتل بيناتنا، كافي أيها الفاسدين، كفوا شركم عن العراقيين،